عبد الستار مراد. مراد فتحت الصوت ولا من غير صوت؟ الصوت فين؟ ما في صوت، لا صوت هناك فيصحل. صحي كذبة مطلق شهادة. لا تفضل بس ايه؟ عايزين حضرتك بس ايه؟ الحمد لله يا ابن وريني. ايوه كتاب شرح الأجوبة. شرح الأجوبة مش الأجوبة، الأجوبة بو في أصول العربية. الشيخ خالد الشيخ خالد ايه؟ عاوزه؟ انت صوتك انت لا لازم ياخد من بعيد. الله الله، ما انا مش هقول الله على طول، انا هقول لا اله الا الله. لا المكنه تبقى هي ما بتترفعش. خلاص مش عاوزين حاجه، ان شاء الله هيشتغل باذن الله. مش مش مهم يشتغل، مش هم سامعين عد انا ما اقدر. أقول المرة اللي فاتت كان الصوت واضح عن كده، المرة اللي فاتت، إنما المرة دي يبدو هو مرتبط بأحجار، مش كده؟ بحجارة. ممكن اي ما هو ده مش ده حجاره ولا تبع الكهرباء ده؟ في حجر لكن هو يبقى السر في الحجر، والحجر الاسود. فيجب عليك تغيير الحجاره، انه استهلاك كثير، المفروض عاوز كلهم اربع حجار، كان انت عاوز تحط حجرين الى يوم يبعثون. فلا علاقة بالموضوع بالمكنة، لو علاها الزنة حديد، لما هو المشكلة مشكلة الحجر. وعلمها الاثنين، أنا ممكن أخش الكاميرا وخلال نص ساعة هجيب الحجر من المدفع. خلت من إسرائيل حتى بس مهم. إحنا هنشتغل مش مهم تجيب حجر، بس عشان تعرف المشكلة فين. المشكلة لا شكلها مش بحاجة، شكلها السلك فيه. لا ما شوف كده الله الله الله، بس هو لما يكون في حجر بياخد بسرعة، ملوش دعوة السلك لو في حاجة مش هيشتغل أصلا. يا عم أنتم مستمعين؟ خلاص واللي عاوز مش هيسمع مش مهم، وما أنت بمسمع من في القبور. مش عاوزين نقول خذ يا ابني، خذ فضل باب الفاتحة، ربنا ياخذكم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي صاحب جوامع الكلم، من تفجرت من قلبه علوم الأولين والآخرين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، فقد وصلنا في شرح السنوسية الكبرى عند قوله رضي الله تعالى عنه ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الله تعالى. وإذا عرفت ضعف القول بصحة التقليد، يعني هنا قال إيه ضعف القول ولم يقل بطلان القول، كأنه المسألة اهتزت شوية كده. وإذا عرفت ضعف القول بصحة التقليد فأضعف منه في غاية قول من قال النظر في علم الكلام حرام،
بل لا يشك عاقل في فساد هذا القول إن حمل على ظاهره اللي هو إيه؟ النظر في علم الكلام حرام، لأنه أي هذا القول اللي هو النظر في علم الكلام حرام، لأنه مصادم للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. ويلزم هذا القائل أن يجعل الأوامر التي في الكتاب والسنة بالنظر والاعتبار منسوخة، إذ علم الكلام إنما هو شرح لها، والإجماع على بطلان ذلك، يعني على بطلان أن النظر في علم الكلام حرام. يلا يا شيخ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المنشر رحمه الله: قوله ضعف القول المنازل فساد القول. يعني هو القول هنا لو كان ضعيف معناها يمكن أن يتقوى أو يمكن أن يكون له أصل، إنما المناسب لما ذهب إليه بطلان القول أو إيه فساد القول، وليس المناسب كلمة ضعف، لأنه يقرر أن التقليد يحرم أو أن إيمان المقلد لا يكفي أو أنه غير معتبر شرعا. إذن فما هو المناسب؟ أن يقول: وإذا عرفت بطلان القول أو فساد القول. نعم. قوله من قال هم المبتدعة. هو بيقول لك هنا يعني هذا القول ضعيف لكن أضعف منه في غاية، يعني إلى آخر شيء، يعني بيقول لك ضعيف للغاية. قول من قال النظر في علم الكلام حرام، هنا لم يقل بل لا يشك عاقل في ضعف هذا، وإنما قال فيه فساد هذا القول، والعبارة هنا إيه اتعدلت. إن حمل على ظاهره، يعني إن حملنا القول ده على ظاهره أن النظر في علم الكلام حرام، فهذا مصادم للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. إذن الذين يقولون ويتشدقون بأن النظر في علم الكلام حرام أو أن دراسة علم الفلسفة أو علم المنطق إلى غير ذلك حرام، هذه الأقوال مصادمة للكتاب والسنة والإجماع. ويلزم هذا القائل، يعني يلزم من قوله، أن يجعل الأوامر التي في الكتاب والسنة بالنظر والاعتبار منسوخة. هو بيقول الشيخ يلزم هذا القائل أن يجعل الأوامر ليتحث على النظر وتدعو إلى التفكر والاعتبار يلزم أن تكون إيه؟ منسوخة. لو تأملنا لا يخفى علينا أنه لا يلزمه شيء مما ذكر، يعني هو بيقول يلزمه أن تكون الأوامر في الكتاب والسنة بالنظر والاعتبار منسوخة. لماذا لا يلزمه شيء؟ إذ لا يلزم من تحريم علم الكلام على ما هو المصطلح عليه اليوم أن تجعل أصوله من الكتاب والسنة منسوخة، ولا أن تحرم قراءة القرآن أو النظر فيه، لأن الذي زعم أنه حرام
لم يزعم انه الحرام اصوله اللي دعا اليها القرآن نظر والتأمل واعمال العقل، وانما دعا الى حرمته بالصورة التي هو عليها من المصطلحات الفلسفية والتعقيد وغير ذلك. إذن فلا يلزم من تحريم علم الكلام على ما هو مصطلح عليه، لا يلزم أن يصادم ذلك الكتاب والسنة وإجماع. أقول لك والله إحنا الكتاب والسنة مفهوش المصطلحات ومفهوش العرض ومفهوش الجور ومفهوش الإمكان ومفهوش الحدود ومفهوش الدور والتسلسل، ما تخلينا كده إيه حسب إيه الأدلة العقلية. فإحنا لم نزعم حرمة إيه النظر والاعتبار كما هو موجود في القرآن، وإنما حرمناها كما هي في اصطلاحات علم إيه علم الكلام. هل يلزم من تحريم علم الكلام بالمعنى المصطلح عليه أن تجعل أصوله اللي هي في الكتاب والسنة منسوخة؟ أو ممكن واحد يقول والله ده القرآن الكريم أمر بالنظر وذم التقليد، فلما يحرم علم الكلام يعني معناه حيحرم قراءة القرآن نفسها كده، لأن قراءة القرآن تدعونا إلى التدبر والتأمل، وكل ما يدعونا إلى التدبر والتأمل حرام، فتكون قراءة القرآن نفسها حرام بسبب إيه؟ إنه حتكون مدخل أو طريق إلى علم الكلام. هل هذا يقوله أحد؟ لا. لكن نقول لو لم يكن في الكلام، لو ما كانش في علم الكلام، هو بيقول لك ايه ويلزم هذا القائل ان يجعل الاوامر التي في الكتاب والسنة بالنظر والاعتبار منسوخة، فماذا نقول لو لم يكن في الكلام الا الاوامر المذكورة من غير زيادة عليها اصلا لزم ما ذكر؟ أما حيث كانت الزيادة فله أن يقول مصب التحريم، يعني التحريم حينصب على إيه؟ مصب التحريم هو علم الكلام بقيد هذه الزيادة أو هذه الزيادات. يعني كأنه عاوز يقول لك الأصول الموجودة في القرآن والسنة بالنظر والاعتبار والتدبر والفهم والعقل ماشي، إنما الزيادات العرض والجوهر والإمكان والحدوث والدور والتسلسل يبقى كده حرام إذا كانت إيه إذا كانت مقترنة بهذه الزيادات. ليه؟ بيقول لك زيد فيها كثير من الأوضاع والاصطلاحات، بل زادوا الطين بلة، أدرجوا معظم الطبيعيات والرياضيات، يدخلوا حاجات حتى من علم الهندسة والرياضة ومن علوم الطبيعة أدخلوها، حتى كاد لا يتميز عن الفلسفة. يعني في بعض الكتب الكلامية ما تعرفش تفرق بينها وبين الإيه، لولا اشتمالها على إيه السمعيات هنا تعرف انك بتقرأ في علم الكلام اول ما تلقى ايه السمعيات، لانه الفلسفة ليس عندها حاجة اسمها ايه تبحث في الالهيات والنبوات، لكن لا تبحث في ايه في السمعيات، كما قال مين سعد الدين. نعم كلام هذا القائل اللي هو ايه النظر في علم الكلام حرام، كلام هذا القائل باطل، باطل بإيه؟ بما ذكر من أن أصل الكلام هو الكتاب والسنة، أصل الكلام ليس هو الفلسفة كما يدعي السلفية، لا تسمعوا لكلامهم، وهم يتشدقون بكلام يعني ليس له أساس من الصحة. علم الكلام هو إيه؟ ها؟
ما هو علم الكلام؟ أصوله وقواعده من الكتاب والسنة. أما ما زيد على ذلك إنما هو أوضاع واصطلاحات ولا حجر فيها، لا مشاحة في الإيه؟ عاود أنت تأخذ الفكرة من غير المصطلحات، خلاص هو نفس علم الكلام. اصطلاحات دي يمكن يكون لها أسباب أخرى زي ما تكلمنا في المرة الإيه؟ الماضية. أمال اللي ورد عن السلف وعن بعض الصحابة والتابعين من ذم علم الكلام وما ورد عن سيدنا الإمام الشافعي وغيره من كبار الأئمة إنه وأبو حنيفة وغيره إنه إيه نهوا عن الكلام، وقالوا ده يعني إيه يدعو إلى يعني أمور جدلية وفلسفية ولا نحتاج إليه في العقائد. ما يقولونه من أن الصحابة، بعض الناس السلفية الآن يزعم يقول لك والله علمكم ده بدعة وكل بدعة ضلالة. إيه الدليل على أنه بدعة؟ والله الصحابة ما حدش يتكلم ولا قال العالم حادث ولا قال كل حادث له محدث، ولا حد يتكلم في أن الجوهر قائم بنفسه وأن العرض قائم بغيره، ولا حد يتكلم في أدلة بطلان الدور والتسلسل، ولا في الإمكان ولا في الوجوب ولا في الاستحال. يعني الصحابة لم يتكلموا فيه. يبقى الذي يقول إن الصحابة لم يتكلموا فيه فهذا القول كذب وافتراء. ليه؟ إذا كان أصوله في الكتاب والسنة يبقى إذن الصحابة إيه اللي أحدث بعدهم؟ الألقاب والاصطلاحات. أما الأصول القواعد العقلية موجودة، وقد حدث مثل ذلك في كل فن. يعني ممكن النحو نفسه، ألفيت ابن مالك وكتاب سيبويه والترتيب كده الأبواب كان أخواته، كل ده ممكن نقول الصحابة لم يتكلموا فيه، إذن فعلم النحو وكذلك الصرف. يعني هذا يمكن أن يقال في كل فن حتى في أصول الفقه وفي مصطلح الحديث. فالذي أحدث بعد الصحابة ليس هو العلوم نفسها ولا أصولها، إنما المصطلحات والأبواب والقواعد والترتيب هو الذي يعني لم يحدث فيه بعد الصحابة إلا مجرد الألقاب والاصطلاحات والتبويب. وقد حدث ذلك كما قلت لكم في كل فن. وقد قال بعضهم من قدح في علم التوحيد أو في علم الكلام فقد أنكر القرآن والسنة. ليه؟ إذ أدلته مأخوذة منهما. وقد ذكر أهل البيان حقيقة المذهب الكلامي فقالوا هو إيراد حجة للمطلوب على طريقة أهل الكلام. يعني ما فحواه، ما مضمونه، ما فائدته، لزمته إيه؟ لزمته أنك تورد الحجج على المطلوب. يعني كأنك تأتي بالبرهان بعد إيه؟ بعد الدعوة. ومثلوا لذلك بآية أو بقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. يبقى إذن هذا قياس قرآني على إيه؟ يعني ممكن أن نقول كده لو كان فيهما آلهة غير الله، إذن لو لم يكن إلا الله لم تفسد. والدليل على ذلك المشاهدة، فإننا نشاهد هذا النظام المتقن البديع لا خلل فيه ولا فساد ولا عوج. خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر خاسئا ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسن. إذن فإيراد الحجة على المطلوب ده موجود في القرآن.
فالقرآن ماذا يريد بقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا؟ يريد تقرير عقيدة الوحدانية ويريد هذا حجة، يعني يقول لهم لو كان هناك إلهان لم يتم نظام العالم ولم يتحقق خلقه ويحدث الفساد أو لا يوجد العالم أصلا، يعني بمعنى أن الإلهين يتمانعا، يريد أحدهما شيء ويريد الآخر عكس هذا الشيء، فإما أن ينفذ المرادان وهذا محال، وإما أن لا ينفذ المرادان وهذا يؤدي إلى عجزهما فتنتفي الألوهية، أو ينفذ مراد أحدهما ولا ينفذ مراد الآخر فيكون الذي نفذ مراده هو الإله ويكون الثاني لا إله، إذن فثبتت الوحدانية وهذا هو المطلوب. يبقى أصول الكلام فين؟ موجودة فين؟ هم ليه اللي مش موجود؟ المصطلحات الحديث التطوير، وبعد كده كلامهم بأنه الصحابة أو السلف ما تكلموش ده إيه؟ كلام كذب وافتراء، لأن من السلف من نظر فيه، يعني من تكلم، زي سيدنا عمر بن الخطاب لما جابوه الراجل اللي اسمه ده صبيغ ده وضربه بعراجين النخل لما تكلم في القضاء والقدر، ونهى وابن عمر عبد الله بن عمر وابن عباس وسيدنا علي من رضي الله عنه، وتكلم فيه من التابعين عمر بن عبد العزيز وربيعة وابن هرمز والإمام مالك والشافعي. الإمام مالك ألف رسالة قبل أن يولد الأشعري. ومين صاحب العبارة المشهورة؟ وهي عبارة يستدل بها في الكلام في الاستواء معلوم والسؤال، مين اللي قال كده؟ من رضي الله تعالى. قول القائل بذلك يعتبر كلام غير صحيح. وبعدين بيقول لك نهوا عن النظر فيه، ده كلام باطل غير صحيح. انما الذي حدث بسببه النهي او يقع عليه الذم انما هو ما صدر من اهل الاهواء والبدع، مثل كلام جهم والقدرية وغيرهم من اهل البدع، وهم الذين ذمهم الإمام الشافعي وغيره من السلف. ولذلك أجاب الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه عن كلام مالك الذي أنكر عليه التحدث في أصول الدين، فأجاب بأن السلف لم تكن، يعني حدث إنكار من الإمام مالك عن الكلام في أصول الدين، فأجاب أبو حنيفة بأن السلف لم تكن ظهرت البدع في زمانهم فلذلك تركوه، وفي زماننا ظهرت البدع، فلو سكتنا عن الجواب عنها لكنا مقرين لها فافترق الحال. فهذا جواب حسن. أبو حنيفة ذكر البياضي في كتاب إشارات الضرام من عبارات الإمام، بيقول يعني مثلنا ومثل أصحاب رسول الله في الأمور دي الكلامية كمثل قوم ليس بحضرتهم من يقاتلهم فلا يتكلفون حمل السلاح. يعني لماذا أيها لك الصحابة ما جهدوش ليه ومحاربوش ليه؟ كان الإسلام انتشر ودخل الناس في دين الله أفواجه وانتهت الحروب مع الكفار، مكن للإسلام. فقال في زمنهم لم تكن ظهرت البدع ولا الكلام في القدر ولا المعتزلة ولا كذا فلم يتكلموا. يقول مثلنا ومثل أصحاب رسول الله كمثل قوم ليس بحضرتهم من يقاتلهم فلا يتكلفون حمل السلاح. قال أما نحن فقد ابتلينا بمن يطعن علينا ويشكك في ديننا وعقائدنا
فلو سكتنا عن البدع وعن الطعن لكان ذلك إيه؟ إقرارا لها، يعني كونها توجد البدع ويتكلم في ذات الله ويشكك في النبوة وأبو حنيفة وأمثاله يسكتون، يعني معنى هذا أنهم إيه؟ مقرون لها. أحد يقول لك والله لو كانت خطأ أو كان فيها شيء غير صحيح كانوا إيه؟ ردوا، فلما سكتوا كأنه هذا إقرار. هل يجوز إقرار الشبهات وهل يجوز إقرار البدع؟ لا. يبقى إذن ما تحتجش بأن الصحابة ما تكلموش، أصلا ما كانش فيه مشكلة، لم تظهر في أيامهم هذه الأمور حتى يبحثوا فيها، يا ربنا عافاهم وسلموا. أما نحن ابتلينا بالعلمانية والحداثة، وبمن يشكك إذا كان ده في عام أبو حنيفة بيقول أما نحن فقد ابتلينا بمن يطعن ويشكك في ديننا، فلا بد من الرد والتصدي. فلأجل هذا نشأ علم الكلام، لأنه علم يقتدر به أو معه على إثبات العقائد الدينية على مين؟ على المنكر والمشكك من أدلتها اليقينية. علم الكلام عبارة عن في جانب دفاعي وفي جانب هجومي، يعني لما يحصل الشبهة وتحصل المصيبة تدافع، وبعدين تعمل ايه؟ تحصين، تهاجم، يعني قبل ما يفكر في الشبهة انت تديله ايه؟ المانع او السياج. علمنا يبقى المشكلة احنا مش بناخد علم الكلام من الفلاسفة ومن الجوهر، مش بناخد عقائدنا من الجوهر والعرض، ده هذه اصطلاحات عشان نعرف نرد بها على الفلاسفة ونرد بها على شبهاتهم، لازم نستعمل عباراتهم ومصطلحاتهم، إنما لا نجعلها بابا لتحصيل العقائد. فتحصيل العقائد ده من الكتاب والسنة، وذلك أنا بحب من يفرق بين العقيدة وبين علم الكلام، يعني علم الكلام شيء والعقيدة علم ثاني، يعني كأنهم علمان وليس علما واحدا. العقيدة دي الأصول، الإيمان بالله والملائكة اللي أركان الإيمان الستة من الكتاب والسنة، إنما علم الكلام مش هو الإيه؟ العقائد ده، هو عبارة عن حماية لها، سياج، سور حولها. واضح ولا لسه؟ يلا يا شيخ محمد. أنا سيدنا هو كده علم الكلام ظهر قبل سيدنا الإمام الأشعري ميكي. يعني إن قصدنا الأصول والقواعد العقلية دي موجودة من قبل ما يتولد أبو الأشعري، إنما إن قصدنا المصطلحات دي لها سبب، وإحنا دلوقتي حندرس كلامه ومحرد عليه، فلازم نأخذ كلام الفلاس مش حبا فيهم عشان نبين لهم إحنا فاهمينكم ونعمل مصطلحات زيكم. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. فأنا حدرس شبهات الفلاسفة، كلام اليهود والنصارى والمجوس، ليه؟ لا لاعتقاده، وإنما لأحلل هذا الكلام وأقف على جذوره وأسبابه وكيف وصل. فأنا لو تكلمت معهم كده بالأدلة مباشرة من غير المصطلحات هيقولوا لا أنت جاهل أو غير متخصص، احنا مش عاوزين وعظ، مش عاوزين اصطلاحات، عاوزين فلسفة. هذا هو السبب الذي جعل العلماء يقومون بدراسة الفلسفة وعلوم الطبيعة والرياضيات، لانه احيانا في شبهات مأخوذة من الهندسة ومن الرياضة ومن علوم الطبيعة دخلت فين؟ في علم الكلام. عشان كده بيدرس في بداية علم الكلام حاجة اسمها الأمور العامة، مش الإلهيات، ولا الأمور العامة، الطبيعة، الكون، من حيثية الوصول إلى إيه؟ إلى صانع للكون أو خالق أو موجد أو مدبر. يلا يا شيخ. قوله بعض القول المناسب فسال قول، قوله من قال أنكم المبتدع، قوله بل لا يشك عاقل في فساد هذا القول، بل ده إلى آخر ده إبراز إبطال من ضعف هذا القول إلى إبطال. هو بيقول إيه؟ إذا عرفت ضعف القول، مش كده؟ ثم قال لك بل لا
بل لا يشك، هو كده كويس بس حلو بالظبط، بل لا يشك عاقل، يعني كأنه أضرب عن ضعفه إلى إبطاله، مفهوم؟ قوله إن حمل على ظاهره أي بأن أريد بالنظر في علم الكلام تعلمه والاشتغال بتقييد الأقوال الكثيرة، يعني عاوز أقول لك إن حملناه على ظاهره، يعني بأن أريد بالنظر في علم الكلام تعلمه والاشتغال بتقرير الأقوال الفاسدة وأدلتها والرد عليها، لو عملنا كده بإيه؟ ها؟ بهذا القول فاسد. ليه؟ لأنه مخالف للكتاب والسنة وإيه؟ والإجماع. أما إن حمل على المصطلحات وعلى كذا والشبه يبقى يمكن أن يكون له وجه من الإيه؟ من الصحة، يعني ليس فاسدا. فمتى يكون فاسدا؟ إن حمل على إيه؟ على ظاهره. قوله الأوامر من قوله ويلزم هذا القائل أن يجعل الأوامر نحو كن انظروا، يعني يقول لك يلزم هذا القائل أن يجعل الأوامر زي قوله تعالى إيه؟ قل قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وقوله تعالى إيه؟ أفلا ينظرون إلى آخره، الآيات التي فيها الأمر وفيها الحث على النظر والاعتبار. آه. قوله ويلزم إلى آخره، إلازم من اللازم باطل فكذا الملزوم، يعني اللازم باطل فكذا الملزوم، وهو القول بحرمة النظر في علم الكلام، فإذا كان اللازم باطلا ما هو اللازم وما هو الملزوم؟ الملزوم اللي هو القول بحرمة النظر في علم الكلام، ايه اللازم؟ ها؟ نعم؟ مش فاهم، ما هو اللازم وما هو الملزوم؟ يلزم اللي بعد يلزم ده هو ايه؟ اللازم، خلاص كده؟ هذا هو ايه؟ اللازم. ما هو الملزوم؟ مصادمته للكتاب ايه؟ والسنة. يلا. قوله والاعتبار عطف مراده. قوله بالعلم الكلام انما هو شرف لها وإذا كان شرح لها، يعني علم الكلام شرح لها ليه؟ ها؟ شرح ليه؟ لها لها ليه؟ ها؟ لها لها يا ابني، ما تشوف الكلام مكتوب ايه وراجع على ايه؟ هو جاب اصول وقواعد، ليه بالافتراق؟ يا ابن الأوامر أنت اللي بيفهم، يبقى ويلزم هذا من يجعل الأوامر التي في الكتاب والسنة بالنظر والاعتبار منسوخة، إذ علم الكلام إنما هو شرح لها أي لهذه الأوامر التي في الكتاب والسنة. شرح للأوامر، مش شرح للكتاب والسنة، شرح للأوامر التي إيه؟ تحث على النظر والاعتبار. فهمت ولا لسه؟ نعم. يبقى كيف إذا قلت لك عود الضمير على إيه؟ لا تعرف، تبقى هذه يعني إحدى الكبر، لهذا نذير ده السطر، يعني لابد من إرجاع الضمير على شيء مذكور أو مقدر، ما تقلبش، ما هو قدامك لازم يرجع على، وإلا هيبقى عبث مش هنفهم أي شيء، ترجع بمزاجك ما ينفعش. حضورا من أكبر الخبر أنك لا تعرف عود الضمائر، لا يمكن تفهم شيء صح، كل ضمير ترجع المزاج، أقول له إيه؟ يقول لي مش عارف إيه، يقول لي إيه ما موجود، سطر واحد. إذ علم الكلام إنما هو شرح لها، يروح يقول لي الكتاب والسنة، طب الكتاب والسنة هقول لها ولا أقول لهما؟ ده لغة عربي الكتاب يقول لها،
قوله في العلم الكلام إنما هو شرح لها، أي إذا كان شرح لها فقلنا إن النظر في علم الكلام حرام. يبقى إذن هذه الأوامر حرام. يبقى إذن إذا كان علم الكلام حرام اللي هو بيشرح الأوامر دي في الكتاب والسنة، يبقى الأمر بالنظر حرام لأن شرح الحرام حرام. إذا أنت شرح لك حاجة حرام وعشان توقعك في الحرام، يبقى إذن كأن الله تعالى يأمر بما هو حرام، وهذا لا يقوله عاقل ولا مجنون، لما يقوله فقط المشبهة والمجسم. فخرجوا من زمرة العقلاء ومن زمرة المجانين. يبقى بيقول لك هنا شوف كده، وإذا كان شرحا لها وقلنا إن النظر في علم الكلام حرام فليكن الأمر بالنظر منسوخا. وهو مفيش حل. يبقى معنى كده إن الآيات دي اتنسخت. ده بتنسخت بيه؟ هل في آية أمرت بالتقليد؟ لا. فين الناسخ؟ إذا كان في، إذا كانت منسوخة يبقى لا بد من ناسخ. ما هو الناسخ؟ إيه اللي نسخها؟ يكون يجوز مثلا أن تنسخ آيات القرآن والسنة بكلام ابن تيمية وبكلام، وما فيش غير كده. إذا كان ناسخ القرآن بالسنة مش يعني في كلام بالكرامية، ولا كيف ننسخ القرآن بكلام بشر؟ لا، الكرامية الأول المقاتلية. ما علاش، ما هو كله مصر ببعض، بس بطل من الوقت الكلام عنه. يلا قوله على بطلان ذلك، أي ذلك. يبقى هنا بيقول لك والإجماع على بطلان ذلك، يعني أي اللازم. بل يلزمه أشنع، أشنع من هذا. ده مش هيكون فقط إنه الأوامر اللي هي بتأمر بإيه بالنظر منسوخة أو حرام، مش هيجيه، هيلزم أشنع وهو أن يحرم قراءة القرآن. ليه؟ اوعى تقرا القرآن، القرآن بيدعوك إلى النظر والاعتبار، كده هتصبح من المتكلمين. اوعى تقرا خاصة الآية بتاع لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هتوديك لدليل اسمه إيه؟ دليل التمانع والتوارد، والآية دي حاضن لك، يبقى حرام تقرا القرآن. هما ليه اللي مش هيضل لك؟ اشتغل بالإنشاد في المنزل. لا، ده برضه بدعة. هو ولم ينظروا. أيه بس أخف من الإيه؟ يعني حيلزمه أشنع من هذا هو أن يحرم قراءة القرآن. ليه؟ إذ هو مملوء بالحجج والبراهين والرد على فرق الكفرة بعد حكاية أقوالهم وإيه؟ وشبهها، يعني شبه الفرق. وشوف كده، بل هو مملوء بالحجج والرد وذكر، يعني ومملوء بذكر مناظرة الأنبياء مع أممها. مش بيحدث مناظرة ومحاججة مع الأنبياء مع الأمم؟ وذكر مناظرة الأنبياء مع أممها، ولم يزد علم الكلام من أهل، ولم يزد علماء الكلام من أهل السنة في كتبهم الكلامية شيئا على نهج القرآن من حكاية الأقوال الفاسدة وشبهها. هو علم الكلام عملي، حكى الأقوال الفاسدة والشبه ورد عليه، كما أن القرآن الكريم يحكي الأقوال الباطلة الفاسدة ثم يتبع ذلك بالبراهين القطعية لإبطالها. وقال اتخذ الله ولد، بعد كده بين الإيه فساد هذا الإيه القول. مثلا يعني ما اتخذ الله من ولد، ما كان ضيع شيء.
يغش القصص والوعظ ده هو المضيع. خلاص الناس مش عاوزين وعظ، عاوزين علم. خلاص هو ثلاث ساعات في الخطبة محدش عارف بتقول ايه. ليه ما فيش غير رغي وكلام معاد ومكرر، ما فيش، ما تطلعش بمعلومة، ما تطلعش بفايدة. نسيتني انا حولي. اتخذ الله الولد. وما كان معه اذا لذهب كل اله بما خلق. فلو كان في الهه معاه هيحدث ايه؟ مش هيتوفوا مع بعض. كل واحد فيهم عاوز ايه؟ دول خلق مالكش دخل بيهم. ابعد عنه ان انت في حاله لذهب كل اله بما خلق. اذا كان في توازن في القوه ولا على، يعني كمان مش هيسيبه بحاله، هيفتكر يحاول يعلو عليه. ليه ده بيعلو عليه؟ شوف كده الايه بتاع سوره الاسراء، ولا على بعضهم على بعض. قل لو كان معه آلهة كما يقولون اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا. يعني لو في آلهة مش هيسيبوا ايه المولى العظيم اللي هو صاحب العرش، الله لا اله الا هو رب العرش العظيم، مش هيتركوه. لماذا يبتغون اليه سبيلا؟ لاحد امرين، اما لازاحته عن العرش والاستيلاء مكانه اذا كان ضعيفا، او للتملق والتزلف اليه اذا كان قويا. يعني مش هيسيبوه. ولذلك الحكم كده، لما تجد الحاكم هين يزاح على طول، ولما يكون قوي يروح مدخلهم في الايه؟ في الجحور. ما هو كده مش عارف، يا اما يزيحك يا تزيحه. شوف كده الايه. وذلك كان الحجاج بن يوسف الثقفي كان جبارا وكان ظالما وباطشا، لكن كان يقول لك ايه؟ حاكم قوي تخاف منه الرعيه خير من حاكم ضعيف يخاف من الرعيه. يبقى حاكم ظالم تخاف الرعية خير من حاكم عادل يخاف الناس حتى تطاول عليه وتتخذه هزوا. مش هيصبح في هيبة للدولة ولا حد. فكده مع الايه؟ لو كان معه آلهة كما يقولون اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا، عشان يتمسحوا له وينفقوه واحنا تبعك، او عشان يغدروا به. هو كده النظام. فعشان كده ايه القران ذكر ايه؟ مناظره الانبياء مع اممهم. ولم يجد علماء الكلام من اهل السنه. شوف قيد كلمه من اهل السنه ليه؟ عشان في كلام ثاني، كلام فارغ او كلام صعب او كلام ليس على اصول اهل السنه، زي المعتدل لما فيه متكلمين، فممكن يقول لك فيه زياده على منهج القران والسنه، بس هذا ليس لمتكلمي اهل السنه، انما هذا للمتكلمين من الفرق الاخرى. يبقى هذا لا يلزمنا. لذلك انا قلت لكم علم الكلام ينقسم الى قسمين، محمود ومذموم. فما كان على منهج القرآن وقواعد أهل السنة فهو محمود، وما كان غير ذلك فهو محمود. ما ينفعش تطلق القول كده. ما ينفعش يقول علم الكلام كله محمود، ولا ينفعش يقول التصوف كله محمود. فيما هو صحيح وفيما هو فاسد. في تصوف مأخوذ من الفلسفة والهندوكية ومن مذاهب أخرى غير إسلامية. فلا ينفع أن نجمع ذلك في قول واحد. ثم ذكر البراهين، ثم ذكر البراهين القطعية لإقباله وقصار الأمر أنهم أحدثوا لما مين؟ المتكلمون أحدثوا اصطلاحات كده تليق بضبط العلم لأهل الزمان. يعني لماذا المصطلحات؟ عشان ضبط العلم، زي المصطلحات بتاع الطب وبتاع الهندسة، عشان ما يجيش أي واحد سبهلة كده يقول لك أنا طبيب. في مصطلحات يتكلم معاه فيها، ما يعرف
وذلك الآن دلوقتي من غير مصطلحات ما فيش حاجة اسمها إيه، وما المصطلح ده إيه؟ علاقة. لا ضبط ضبط تمام كده. ثم أحدثوا اصطلاحات، يبقى إذن المحدث ده عبارة عن مصطلح عشان ضبط الإيه؟ القواعد العلمية للضبط لأهل الزمان. ولا حجر إجماعا في الأوضاع والعبارات والتصرف فيها بحسب ما يليق بمصالح الأقضية النازلات. نعم لو أراد هذا القائل، إيه القائل ده اللي قال إيه؟ اللي قال النظر في علم الكلام حرام، لو أراد أن النظر في دقائق الشبه التي لا يتخلص منها إلا بغوص عظيم يحرم على من هو بليد الطبع جامد القريحة بحيث يخشى أن يرسخ منها شيء في نفسه أو يرسخ منها شيء في نفسه ويعجز عن دفعه لقرب يعني يدفع بسرعة لقرب، إذ ليس ذلك من فروض الأعيان عندنا بل هو من فروض الكفاية، وإنما فرض العين في حق كل مكلف أن يعرف كل عقد من عقود الإيمان ببرهان ما، وذلك سهل على كل من وفق. الله يشهد. قال ابن حجر رحمه الله قوله بل يلزمه أشنع من هذا، أي بل يلزمه أكبر من هذا الإلزام، أعني إلزام نسخ الأوامر بالنظر التي فيه. يعني الأول كان إيه؟ الإلزام كان يعني يلزم النسخ مش كده؟ الآن حيلزم الأشنع وهو تحريم قراءة القرآن. قوله وهو أي الإلزام الأشنع، قوله والرد أي بالحجج والبراهين، قوله على مثال الإخوانين أي ظاهرة الفساد، قوله وجب بها أي كفر أي كلام مزخرف. الشبه يعني الكلام المزخرف الذي يشبه الأدلة، قوله ولم يزد إلى آخره، فعلم الكلام مثل القرآن في حكايته الأقوال الفاسدة والشبه ثم الرد عليه. أنا مرة جيت واحد عامل بحث بيقول إيه؟ لا نأخذ منهج المتكلمين في العقائد وإنما نأخذ منهج القرآن، فقلت له طب ما هو عين منهج المتكلمين هو عين المنهج القرآني، وما ينفعش اصلا تعمل حاجه اسمها منهج القران ومنهج المتكلمين، فنقول على نهج يعني على طريقه، لانه لو قلنا منهج والمنهج ده عباره عن ايه؟ اصطلاح بشري يعني اي يقول لك منهج انا فيجوز مقارنه مناهج المتكلمين ببعضهم او المدارس، لكن لا يجوز مقارنه منهج بشري بمنهج الهي، حتى كلمه منهج ما ينفعش يقول هذا منهج الله مثلا، ولأن القرآن هو كلام الله، فإذا نقول على نهج يعني على طريقة كما قال لي الشيخ، فما ليست هناك مقابلة أو ليس هناك إيه منهجان، منهج للمتكلمين ومن ده بالعكس، ده لو في منهج للقرآن كما يدعون ما اشترى أحد أن يخرج بمنهج جديد أو يقول لك هذا منهج كذا، كله يتبع منهج ليه؟ القرآن لو كان في منهج محدد، وإنما هذه مناهج عقلية استنبطوها من الكتاب والسنة، فكيف يقال منهج المتكلمين مخالف؟ أمال هو مأخوذ منين؟ يعني حاجات صعبة. يلا قوله ولم يجد علماء الكلام من أهل السنة إلى آخره، فعلم الكلام مثل القرآن والحكايات من الأقوال الفاسدة والشبه ثم الرد عليها، وإذا حرم أحد يعني أقول لك علم الكلام زيه زي ما القرآن بيحكي الأدلة الفاسدة ورد عليها، ده يبقى هذا مثل هذا، والمتماثلات لها حكم واحد
فإذا حرم أحد مثلين حرم الآخر، يعني إذا حرم علم الكلام حرم القرآن. فلما حرم علم الكلام حرم القرآن. قوله نهج أي طريقة، قوله قوله من نتائج إلى آخره بيان لنهج القرآن. آية القرآن يحكي لنا، يقول وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى وقالوا اتخذوا، فكلمة ايه من حكاية بيان لنهج القرآن، لأنه منهج القرآن يحكي لك القصة أو يحكي لك المقولة، ثم بعد ذلك يبرهن على ايه على بطلانه. وذلك دي عادة القرآن، لما يجيب مقولة فاسدة أو قول خطأ يبين ايه يبين فساده. اما اذا كان القول صحيحا ولم يعقب القرآن ما عقبش عليه، يبقى هذا معناه اقرار، زي ما حصل فين لا تخدم عليه مثلا جدا. قال الذين غلبوا سيقولون لا يا أخي، وكذلك وكذلك اعترنا أن وعد الله أن الساعة إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا إيه ابنوا عليهم بنيانا، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. والقرآن عبر عن هذا ولم يعقب عليه، هذا معناه إقرار أنه لو كان باطلا أو شركا لا يقره القرآن بل يبين بطلان. فين كنا وقصار ايه الامر انهم احدثوا، خلاص اللي هم مين اللي احدثوا المتكلمون احدثوا اصطلاحات تليق بضبط العلم لاهل الزمان، ولا حجر اجماعا في الاوضاع والعبارات والتصرف فيها بحسم أو بحسب ما يليق بمصالح الأقضية النازلة. نعم لو أراد هذا القائل اللي هو إيه قال بتحريم النظر، لو أراد به النظر في دقائق الشبه التي لا يتخلص منها إلا بغوص عظيم يحرم على من هو بليد الطبع جامد القريحة، خشية أن يرسخ منها شيء في نفسه، يبقى هذا التحريم من أجل إيه سد الذريعة أو حماية إيه للبليد المسكين اللي هو ما يفهمش، ربما إيه يقع في الشبهة أو يصل إلى الإلحاد أو الكفر، فنحرمها لحمايته لمصلحته. إنما القوي قام زي إيه والخلف في المنطقة في جواز الاشتغال به على ثلاثة أقسام، مش كده؟ فابن الصلاح والنواوي حرم
والمراد بالمنطق هنا اللي هو حرام المشوب بآراء الفلاسفة، أما الذي هو على الصياغة الإسلامية الصحيحة ليس حراما، فابن الصلاح والنواوي حرمه. وقال قوم ينبغي، اللي هو الإمام الغزالي، قال قوم الغزالي ومن وافق ينبغي أن يعلم، ينبغي قالوا إما معناها يجب أو معناها يستحب. شوف كده طبيعي نعمل ايه يعني، واحد يمين خالص واحد شمال خالص، واحد بيقول لك حرام واحد بيقول لك واجب. فالقولة الصحيحة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريح، زي علم الكلام كامل القريح اللي هو ليس بليدا ولا جلفا ولا غبيا، يبقى يجوز له ممارسة السنة والكتاب ليهتدي به. ومثل هذا نقول ليهتدي به إلى رد الشبهات الفلسفية ونحو ذلك. أما اللي هو صعب والتفاهم معاه يعني عسير، يبقى إن أراد القائل هذا فيكون قوله إيه صحيحا. يلا شوفوا قوله وقصارى، أي غاية قوله أنه قوله وقصارى، احنا فين في الحاشية وقصارى أي غاية، قلت هذا قصارى جهدي غاية أنهم أي علماء الكلام. قوله باصطلاحات تليه، يعني إيه اصطلاحات؟ يعني كأنه عاوز يسهل علينا، ده يقول لك هذا إيه الدليل من الشكل الأول، فكأنه صاغ لك الأدلة بطرق مختلفة، منها ما هو يقال له شكل أول وشكل ثاني وشكل ثالث وشكل رابع. هذه الاصطلاحة، الدليل هو الدليل، كونه من الشكل الأول من الثاني من الثالث، ويقولوا الأشكال الثلاثة دي كلها موجودة في القرآن، الشكل الأول طبعا بكثرة والشكل الثاني أقل منه، ثم إيه الشكل إيه الثالث. يعني مثلا في قياس منطقي في القرآن، يعني مثلا ما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من إيه، دي بيسموها إيه سالبة كلية، ما أنزل الله يعني كأنه كده في هي في قوة لا أحد من البشر أنزل الله تعالى عليه شيئا، مش دي سالبة كلية، فنقضها الله تعالى بالموجبة الجزئية. فقال لهم ايه، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، أنتم تقولون ما أنزل الله على بشر دي سالبة، وموسى بشر وأنزل عليه التوراة التي تقولون نحن أهل التوراة، أمال مين ذكر ربنا ما نزلش على حد أي حاجة، يبقى بناء على كده سيدنا موسى بتاعكم ده مفتري. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى تجعلونه قراطيس تبدون وتخفون كثيرا، يبقى ده منطق موجود في القرآن وده قياس، خلاص كده ده من أي شكل القياس ده، من الشكل الثالث، مش كده؟ الشكل الثالث ايه الاول ان يكون ايه محمولا في الصغرى اللي هو الحد الوسط يعني موضوعا في الكبرى، والشكل الثاني ان يكون ايه محمولا فيهما، والشكل الثالث ان يكون موضوعا فيهما، خلاص كده. فشوف انت تجد ايه داخل في احد الايه الاقيسه. الشكل الرابع مش موجود في القرآن عشان بعيد كده يعني في تكلف، انه هو ضد الايه عكس الاول. قوله اصطلاحات دليل، قول الدليل دليل من الشكل الاول، قوله العلم، يعني انت بدل ما تقول الشكل الاول مورش في القرآن والشكل مش، يا اخي انا مالي شلم عنه ورش، انا اللي بتكلم عليه دلوقتي الدليل ده موجود ولا مش موجود بصرف النظر عن الأشكال وعن الضروب المنتجة. احنا بنتكلم في ايه؟ في الدليل. انت هتمسك في الشكل خليك في المضمون.
قوله العلم أي مساجد، قوله في الأوضاع أي العبارات الموضوعة في المصطلح عليها، يعني في الأوضاع أي العبارات الموضوعة المصطلح عليها. قوله والعبارات تفسير، ما هي الأوضاع والعبارات واحد. قوله بحسب ما يليق أي يناسب من قياس من الشكل الأول أو غيره، والجار والمجرور متعلق بالتصرف. قوله الأقضية أي الحوادث، قوله النازلات الواقعات، قوله نعم إلى آخره. نعم ده استدراك على قوله بل لا يشك عاقل في فساد هذا القول إن حمل على ظاهره، يعني أقول لك هذا القول فاسد فراح استدرك. إيه معنى الاستدراك هنا؟ يعني معناه في والله وجهة نظر أو احتمال يكون القول ده صحيح إن أراد به كذا، هذا هو الاستدراك، لأن لا يحمل القول على إطلاقه بأنه فاسد. والله بيقول لك لا يشك عاقل في فساد هذا القول، راح قال نعم يعني معناها ممكن نحكم بفساده إذا أريد به كذا، أو نحكم بعدم فساده إن أريد، يعني هو ده أي عاقل يتأمله أو يتدبره يحكم بفساده، لكن والله لو أراد به الدقاء أنه يغص الشبهات ممكن ما يطلعش منها وممكن تسبب له شك أو الحاد، يبقى إذن في هذه الحالة إيه؟ يكون هذا القول له وجه من الصحة أو وجه من الصواب. فهمت كده إيه معنى الاستدراك؟ وذاك الاستدراك معناه إيه؟ رفع ما يتوهم ثبوته أو ثبوت ما يتوهم نفيه. يعني إما حترفع شيء توهمنا إنه ثابت، يعني هنا توهمنا من الكلام انه ايه اي عاقل يحكم منه ايه فاسد على اطلاق، هذا الذي توهم فرفعنا هذا الاطلاق جبنا صورة ايه مستثناء، اذا هنا رفع نفي ما يتوهم ثبوته او توهمنا النفي فاستدركنا فاثبتنا. خلاص يعني مرة يعني القياس زي ما قلت لكم الاستدلال اللي احنا قلناه بتاع قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى، يعني نقض الكليه السالبه بالموجب من جزئين الموجب. زمان كان واحد واحنا لسه طلبه كان بيكتب ايه المقال في جريده الاخبار او كده، يقول ايه اسمه العشماوي مش عارف ايه كده محمد السعيد مستشار، بس طبعا مش متخصص في العلم، رجل مستشار تكلم في المرافعات في جنايه مالك ومال، بس اي واحد يدخل في العلم ده من غير تمكن حيجرس نفسه حيفضح نفسه، ما بتدخلش احسن خليك في الوعظ والارشاد. فراح قال ايه آيات القرآنية تقول أن اليهود والنصارى لا يجب عليهم الإيمان بسيدنا محمد. طيب ليه؟ أنتم نسيتوا القرآن، هو يقول أن الذين آمنوا الذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر فقط، بس من آمن بالله وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف. فين موضوع سيدنا محمد؟ أهم حاجة تؤمن بالله واليوم الآخر وتعمل عمل صالح وما تخاف بعد، شلم عنك أمنت بإيه بحد خالص. مش ده الآية؟ من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجر، هتاخد أجرك وما تخافش. فكان إيه هنا فساد الدليل في إيه؟ عارفوا لو قال إنه الآية لم توجب الإيمان بأي رسول لكان كلامه صحيحا، إنما لماذا خص سيدنا محمد؟ ما هي الآية ما شرطتش أي نبي من آمن بالله واليوم الآخر وعمل، فكان المفروض بدل ما يقول لا يجب الإيمان على اليهود والنصارى وسيدنا محمد كان يقول لا يجب عليهم الإيمان بجميع الرسل أو بموسى مثلا أو بأي رسول،
فلماذا خص سيدنا هنا المغالطة؟ هيقول لك صحيح الآية ليس فيها إيه دليل على إيه، نقول له إيه رد بوجهين، إنه إذا لم يوجد الدليل في الآية دي قد يكون موجود في آية أخرى، ولا يلزم من نفي الدليل في هذه الآية أن ينتفي في القرآن كله، فهناك آيات كثيرة أوجبت الإيمان بالرسل، فآمنوا بالله ورسله لا نفرق بين أحد، إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ويقولون نؤمن أولئك هم الكافرون حقا، يعني لا يكون مؤمنا إلا إذا آمن بالكل. يبقى ممكن نقول والله الحكم دليله في آيات أخرى، وفي نفس الوقت دليله إيه بالمنطوق والدلالة إيه المطابقية، أما في الآية دي بالذات فيها الدليل على الإيمان بسيدنا محمد، بس الدلالة الالتزامية، هو طبعا مش فاهم الالتزامية والتضمنية، يعني معناها الآية لم تذكر الدليل صريحا يعني بالمطابقة، ولكن ذكرته التزام. ليه؟ لأنه لا عبرة بالإيمان بالله إلا إذا إيه آمنا برسله وملائكته، لأن الإيمان كله إيه أركان ستة، في آية تقتصر على ركن وآية تقتصر على ركنين وآية تذكر أربعة، ما جش الأركان كلها مع بعض أظن إلا في سورة الإيه البقرة، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ده حتى مش كل، ما فيش فيها اليوم الآخر. يبقى نقول كده الإيمان ليس فيه اليوم الآخر، نقول كده لما والحكم لا يؤخذ من الإيه من آية واحدة، وإنما يؤخذ من إيه من المجموع. ليه نقول لهم تعالوا ما دمت أنتم استدلتوا بالآية دي على عدم إيه وجوب الإيمان، وهناك آيات أخرى أوجبت الإيمان، مش كده؟ يبقى أنتم اعترفتم بأن هذا دليل والآخر مثله، لأنه قرآن زيه ودليل، فلماذا أثبتتم أو قلتم بهذا الدليل وأنكرتم الدليل الآخر؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون؟ يبقى الأول ما تستدلوش بالقرآن أصلا، لأنه لو استدلتوا به حيلزمكم الإيمان به، لم لو لزمكم الإيمان لماذا لم تؤمنوا بالدليل الآخر مع أنه قرآن أيضا مش إنجيل ولا تو نفس الحكاية؟ وزي كان واحد زمان ينصحني يقول لي ما تستدلش بالإنجيل، أقول له ليه؟ يقول له أصله يلزمك من الدليل الاعتراف به، إذا أنت تقول لهم مثلا في الإنجيل كذا فمعناها أنت مؤمن بكذا، لا يلزم أنك تعترف به، ومش هتستطيع تقول قال الله في الإنجيل، مش ضامن، يعني في القرآن بتقولها بملء فمك قال الله تعالى يا أيها، يعني في الإنجيل لا يمكن تستطيع، مش عارف مين اللي قال أصلا ده ولا ده ولا كلام. قال لك من سوء حظ النصارى أنه الكتاب بتاعهم المقدس تلقى فيه قرآن مثلا، فيه سيرة، فيه تفسير، فيه نحو صرف، فيه بلاغة، فيه شعر، كله ده في كتاب واحد، يعني احنا عندنا مثلا قرآن، عندنا تفسير، عندنا أسباب النزول، عندنا حديث، عندنا كله منفصل، إنما عندهم كلهم حاجة واحدة، يعني ممكن تلقى فيها كلام النبي وكلام تلاميذه وكلام الملوك وكلام الشعراء، سوق وانت شوف. وبعدين في سفر التكوين جايب لك قصة موت سيدنا موسى، كيف تكون التوراة نزلت بعد ما مات سيدنا عشان ما تخبر عن موت سيدنا موسى؟ القصة بتاعت موته موجودة في التوراة، حاجة غريبة، ده بيقول لك ده فنوق مش هيحكي على حاجة لسه ما حصلتش، وهنا مش عارفين. يلا قول مجانب الفريحة أي بيان قوله بليد الطبع، قوله بحيث يخشى أن يكتف منها شيء توضيح لقوله بليد الطبع، قوله ذلك أي نظر في الشبه وردها، قوله ببرهان ما
ايمانيا او تفصيليا، يعني باي برهان، سواء يعني برهان اجمالي او برهان تفصيلي. قوله فرض العين، الفرض المتعلق بكل ذات، يعني في فرض عين. هو بيقول لك هنا ايه؟ اذ ليس ذلك من فروض الايه؟ الاعيان، بل هو من فروض الكفايه، وانما فرض العين في حق فرض العين اللي هو ايه؟ متعلق بذات ذاته، يعني بعين المكلف. اما الكفايه مش متعلق بعينه، يعني اذا قام به البعض سفر. أن يعرف كل عقد، يعني كل عقيدة بمعنى معتقدة كثبوت الوجود لله. قوله ذلك أي معرفة كل عقد ببرهان. صاد، يعني أول ما يجيب كلمة صاد يعني إيه؟ يعني المصنف، ما هو هو نفس المصنف والشارح، مزج المتن اللي هو صاد ده اللي هو التصنيف بشين اللي هو الشرح، او نقول شين يعني الشرح. لو قلنا تحت ده لا، ده الحاشيه بتاعت الشيخ الحامد. هنا بدا ايه؟ قال ايه؟ صاد، يعني كلام الايه؟ المصنف، او كلامه هو بصفته المصنف. لما هتيجي ايه؟ شين، والشين جايه فين؟ جايه بعد على طول في الصفحه اللي بعدها، لان هو ده المتن ده. وذلك في كتاب عندي انا المتن السنوسيه فقط واحده اللي هي الكبرى، طويل طبعا المتن اسمها الكبرى، ففيها ايه اللي هو صاد بس ما فيهاش شين. وذلك عاوزين في مره ان شاء الله لو ربنا يعني كتب لنا في الاخر نقرا المتن كده فقط لضبطه، انه يعتبر هنا بمثابه شواهد، زي كانك بتحفظ الالفيه مثلا. بلاش ابن عقيل ده، احنا عاوزين لما انت هتستدل هتقول قال ابن مالك ولا قال ابن عقيل؟ ابن مالك خلاص، فينفع في الايه؟ في الاستدلال. شين صاد، ويخشى على صاحبها الشك عند عروض الشبهات ونزول الدواهي المعضلات. طب هنا لما قال ويخشى، ده معطوف على ايه؟ ويخشى اي يخاف على صاحبها، يعني حرفة التقليد، معطوف على قوله سابقا غير مخلصة في الدارين. الواقع خبرا لإيه؟ لأن من قوله ولا لأن من قوله ولا يرضى لعقائده حرفة التقليد، فإنها في الآخرة غير مخلصة ويخشى على صاحبها. صفحة كام يا شيخ الإسلام؟ 37. لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف احنا في صفحة 77 وبيعطف على كام؟ على صفحة 37. فين 37؟ ولا يرضى 37. صار اوعى تجيش دخلك كل اللي عدى ده شين. صار ولا يرضى لعقائده حرفة التقليد، فإنها في الآخرة غير مخلصة عند كثير من المحققين ويخشى. يعني هي غير مخلصة وفي نفس الوقت، يبقى هنا بيقول لك ايه؟ معطوف على قوله غير مخلصة في الدارين الواقع خبرا ليه؟ لأنها غير مخلصة، ده خبر أن، لأنها، وهذا معطوف على خبر ايه؟ أن. يبقى وعشان كده قلت لك لازم يكون المتن معاك اللي هو ايه؟ يعني هنا مزج المتن بالشرح، ما الاحسن لنا والانسب لعقولنا ان نكتب، يا ريت تكتب لا فوق المتن اللي هو متعلق بها عشان تستحضر. لذلك هو عمل لك صاد عشان تفهم. خلاص كده؟ كم صفحه دول؟
40 صفحة. 40 صفحة. في شرح إيه؟ في شرح ولا يرضى لعقائده حرفة التقليد فإنها في الآخرة غير مخلصة عند كثير من شرحها الشيخ في 40 صفحة. ولو حطيت معاها الحاشية بتاعت الحمد حيبقوا كام؟ 200. يعني شوف الاستفاضة والعلم. سبحان الله. فأحيانا تطول المعطوفات فينسى الإنسان لما قال ويخشى ده معطوف على إيه. فعشان كده إيه تربط المتن إيه ببعضه. وذلك مثلا لما شوف كده في قولي تعجب لك حاجة من القرآن عشان تبقى الفهم قريب. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم. فين خبر إنه؟ وإنه لكتاب ما جاش لسه. لا يأتيه الباطل من بين إن الذين كفروا ما لهم. وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من تنزيل من خلق فوصف القرآن. فين خبر إنه؟ تنزيل من حكيم حميد. ما يقال لك لا ما قد قيل إن ربك لذو ما لجأت إن ثانه وخبر إن الأولانية لسه مجاش إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب ولو جعلناه قرآنا أعجميا. فبعض الناس قال لك يا عم خلاص ما فيش خبر إن اتنسى وما كان ربك نسي. بس ممكن نقول إنه هو مش منسي محذوف خلاص كده. وفي هذه الحالة يقدر خلاص كده. يعني زي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فين الخبر؟ قال لك مش موجود. ما ليه؟ يعني شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صوموا أو عظموه هذا الخبر. إلا إذا قلنا إنه شهر رمضان الذي أنزل دي جملة خبرية يعني هو الذي أنزل لكن هذا مقرر عند السامع والخبر لابد أن تكمل به أو تتم به الإيه الفائدة. وهنا ما تمتش الفائدة فيكون إيه مش خبر. أنا قعدت أدور لحد ما قلت إيه أعجمين وعرب قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. ده خبر إيه. يعني إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم أولئك ينادون من مكان بعيد. لأنه أولئك ذي خلاص. يعني ممكن يقول لك مثلا خبر كده زيد أبوه أخوه كده صائب يبقى زيد مبتدأ إيه أول أبوه مبتدأ ثاني أخوه مبتدأ ثالث. طب فين صائم ده خبر المبتدأ الثالث ممكن يكون في رابع وخامس وسادس نخليهم ألف حد. والمبتدأ الثالث وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الثاني والثاني والثالث وخبرهما في محل رفع خبر الأول. ما هو لازم يكون في خبر وإلا حيبقى احنا بنتكلم كلام ملوش لازم. ما هو لازم المبتدأ من غير خبر ما ينفعش. يلا يا شيخ شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن صوم لو قدرنا على ان الصوم ده هو الخبر قادة في الاشتغال بتقول ان لو ترجح نصب باسم المجهول عنه تقدم الاسم على الفعل ترجح النصب صح؟ الجملة الجملة مش اسمه في جملة في جملة خبر ممكن يكون مفرد ممكن يكون جملة. وإذا علامة في النحو ويجيب لك المثال اللي هو موجود في السودان والأنعام خلقها. لقد خلق الله الأنعام خلقها لكم. أي نعم هو كده. زيد زيدا ضربته التقدير ضربته زيد ما السودان مشغول بالضمير الاشتغال فكيف يبقى يعمل ومشتغل يعني زي ما يقول واحد مشغول بالخط مشغول كيف يرد عليك؟
نقدر من الفعل فلن تقدر منه ما يدل عليه. يبقى زيدا ضربته ليس زيدا منصوبا بضربته لانه مشتغل بالضمير وانما بفعل مقدر التقدير ضربت زيدا ضربت يلا قول يا كان واحد زمان يدرس النحو وكان جماعة سلفية قاعدين فعاوز يغيظهم في الدرس يقولوا يجب نصب المنادى المضاف زي ما تقول ايه مثلا يا امام المسجد كده او يا عبد الله ما دامت مضاف يجب ايه نصب فروح هو يقول ايه يجب نصب المنادى المضاف كقولك يا رسول الله مدد او يا يجيب لهم الامثله اللي تغيظهم يا عم خلنا في التوحيد دلوقتي قوله ويخشى ان يخاص على صاحبها اي حرفه التقليد معطوف على قوله سابقا غير متقلده وحب الشعر الواقع خبرا لانه قوله ولا يرضى لعقائده حرفه التقليد وسماها حرفه يعني كانه يعني تنقيص من ايه من شان صاحبها فإنها في الآخرة غير مخلصة. قوله الشك أي مطلق الكرم يشمل الظن والوهم. قوله عند عموم الشبهات الانتظار مستحب بالعموم. أنت فين دلوقتي؟ ويخشى على صاحبها الشك عند عروض الشبهات ونزول الدواهي المعضلات كالقبر ونحوه مما يفتقر فيه إلى قول ثابت بالأدلة وقوة يقين وعقد راسخ لا يتزلزل لكونه نتج عن قواطع البراهين. شيني عن الشرح سبق من الحاشية دلوقتي. الضمير في صاحبها يعود على حرفة التقليد يعني أن التصميم على العقائد من غير تحصينها بالدلائل لا يأمن صاحبها على تقدير صحة القول بالتقليد من زواله. يبقى لا يأمن صاحبها من زواله اللي هو إيه؟ التصميم عند عروض أدنى شبهة وعلى تقدير أن يقابل ذلك أن إيه؟ يقابل ذلك ويكابر نفسه بالتصميم اللساني فأنا ينفعه ذلك. يعني ممكن واحد يكابر ويقول ايه انا مصمم بس ده تصميم بلسانه وفي الحقيقة التصميم القلبي لا ينشأ الا عن يقين مش عن تقليد. فممكن يدعي بلسانه يقول والله العظيم ما حرج عناه هو شغل عناد بس هو ممكن يدعي ذلك فأن ينفعه ذلك والقلب الذي هو محل الإمام مريض متحير يقول لا أدري زي ما واحد مثلا معامل قال والله العظيم تعالى باردني وأنا حيبة في الأرض هو في قلبه بيرتعش بس هو صوته عالي عاد والله أنا هعمل فيك وتعالى أوريك وتعالى وهو بيقول يا رب خليه غور بعيد عني فبيصمم بلسانه وإن كنت رجل تعالى وهو في قلبه خاف فما ينفعش التصميم باللسان لأن القلب مريض متحير يقول لا أدري فيدخل في زمرة المنافقين الذين تخالف ألسنتهم قلوبهم. قال الله تعالى في حقهم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا أي لما مرضت قلوبهم لم ينتفعوا بما في ألسنتهم وهذا المريض القلب المرتاب هو من القائلين في القبر عند سؤال الملكين لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. طب الناس كانوا بيقول إيه نسي إذ هذا حال قلبه في حياته وعند موته واللسان في ذلك الموطن لا يترك كما في الدنيا. سمع
أن يتشبع بما ليس في القلب. قال ابن مينة ابن دهاق رحمه الله ورضي عنه في شرح الإرشاد لما تكلم على فتنة الملكين في القبر وساق الحديث وفي آخره: وأما المنافق أو المرتاب فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فيقولان أي الملكان له: لا دريت ولا تليت، ويضربانه بالإيه؟ بالمقامع، جمع مقمع أو مقمع، المقامع اللي من حديد، ولهم مقامع من حديد، ويضربانه بإيه؟ مقمع. اسم آلة مقمع. يبقى يضربانه بالمقمع، جايبها في الشرح ما في الحاشية، قال بكسر الميم بالمقمع من الحديد، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الجن والإنس. وفي حديث: إلا الثقلين الجن والإنس. وفي الحديث المشتمل على عذاب القبر في وصف الملكين: إنهما أسودان أزرقان يلحتان الأرض بأنيامهما ويطأان في شعورهما وأعينهما كالبرق الخاطف وأصواتهما كالرعد القاصف. قال رحمه الله: وهذه الفتنة فتنة القبر لا ينجو منها من أخذ في دينه بالتقليد وترك النظر في أدلة الرسالة والتوحيد. ولهذا قيل: النفاق نفاقان، نفاق يعرفه صاحبه من نفسه، وهو نفاق الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن في معناهم من الزنادقة، ونفاق لا يعرفه صاحبه من نفسه، وهو أن يولد الرجل أو المرأة بين أبوين مسلمين فيسمع قول لا إله إلا الله محمد رسول الله فيقول نحو ما سمع اتباعا وتقليدا لهم، حتى لو تصور أن يولد بين النصارى لقال مثل أقوالهم اتباعا لهم وتقليدا في ذلك، من غير أن ينظر في خلقه ومن أي شيء خلق وكيف انتقل من طور إلى طور. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من عرف نفسه عرف ربه. ربما يمر بباله التفكر في خلق الله فيرده الشيطان من الإنس والجن فيقول له: إن تفكرت فقد تشككت، فيعرض عن النظر إلى الموت، يعني يقعد لحد ما يموت، يعني يعرض عن النظر إلى الموت إلى أن يموت. فإذا بلغت الروح الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون أتاه الشيطان في ذلك المضيق، حين لا فكر ويشككه في دينه فيموت بشكه والعياذ بالله من ضروب الشكوك. فإذا كان في القبر ختم على الأفواه ونطق بما عنده من غير زيادة ولا نقصان، فإن كان عارفا نطق بالحق، وإن كان شاكا غير عالم قال لا أدري. وكذلك كان يقول بقلبه في حياته لا أدري، وكان يطرقه الشك أحيانا فلا يبحث عليه ولا يداوي سقام سريرته. فإذا مات لحقه الندم حين لا ينفعه واعتذر إلى من لا يسمعه وهلك والعياذ بالله من سخط الله. وقوله إلى قول ثابت بالأدلة مشير إلى معنى قوله تعالى: أثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال ابن ذهاق رحمه الله: لا معنى للتثبيت في الحياة إلا معرفة الحق ببرهان،
والتثبيت في الآخرة لا معنى له إلا النطق على نحو ما كان يعرف، لأن العبد يبعث على نحو ما مات عليه، وقد قيل في معنى الآية غير هذا. والله الموفق، نسأله سبحانه أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن ينيلنا من مراتب أوليائه وأحبابه في حياتنا وبعد مماتنا المراتب الفاخرة. لم يزد فلا نزد حتى يقبل الدعاء. الله ارجع الى صفحه كام؟ 78 او 100؟ كلام ليه؟ يلا شوف قوله الشك اي مطلق التراكم فيشمل الظن والوهم. صفحه كام؟ 77. قوله عند عروض الشبهات الجنسي بعروض شبهات واحده، ومراد الشبهه هنا ما تؤثر خللا في الجزم، اي اعتقاد لا مشتبه على الناظر واعتقده دليلا وليس في الواقع بدليل. يبقى المراد بالشبهه هنا ما تؤثر خللا في الجزم، عشان السياق يقتضي ذلك، وليست الشبهه اللي هي ايه؟ اللي هي قياس اللي هو يشبه الدليل. أي الاعتقاد لا مشتبه على الناظر واعتقد. الشبهة لها تعريفان، فالمراد بالشبهة هنا اللي هو ما يؤثر الخلل، يعني ما يحدث الخلل في جزمه، وليس اللي هو يعتقده دليل وليس بدليل. قوله ونزول الدواهي جمع داهية، الأمر العظيم المكرب، يعني اللي فيه كرب ويسمى ايه؟ داهية. يعني لما تدعي على واحد تقول روح في 60 داهية، معناه ايه؟ امر عظيم يكربه. على عروض الشبهات وأن الجنس، وقوله المعضي ضلات بكسر الضاد اي المتعبات، قوله كالقبر تمثيل ايه؟ المحذوف. والاصل ونزول الدواهي المعضلات في بعض المواضع كالقبر، فالإنسان حاله في حال حياته كحاله في حال قبره وفي حال موته. فإذا كان مقلدا فكما يخشى عليه الشك في حال الحياة، يخشى عليه الشك في حال الموت وفي القبر. قوله ونحوه، قوله ونحوه أي كحالة الموت منها مما قبلها، قوله مما يفتقر فيه إلى قول ثابت بأدلة أي من الأمكنة التي يفتقر إلى آخره، وهذا بيان للنحو. ثم إن الأول بيان للنحو اللي هو بل إيه؟ كالقبر ونحوه، لأن النحو مش هنا العلم، علم النحو يعني، لأنه كلمة نحو لها كم معنى يا شيخ محمد؟ 5 معاني، الاتجاه والقصد والعلم والمثل. يقول لك هذا نحو هذا، يعني مثل هذا. ثم إن الأولى الالتفات بحالات الموت لأنها الأصل، فهي أولى بالتقديم بأن يقول ونزول الدواهي في بعض المواضع في حالات الموت والقبر، يشتق يعني لو قلت ويفتقر كده، ويفتقر يبقى مبني للفعل، يفتقر مبني لإيه؟ يبقى ويفتقر إن بني للفعل ففاعله ضمير عائد على صاحب الإيه؟ الحرفة، مش كده؟ الضمير في صاحبها يعود على حرفة الإيه؟ التقليد. لا لسه احنا فوق، ماشي كم. ويفتقر إن بني للفاعل ففاعله ضمير معقول على صاحب تلك التقليد، وإن بني للمفعول فالجار والمجرور بعده نبي فاعل. قوله إلى قول ثابت أي اعتقاد، قوله بالأدلة ال للجنس، يعني جنس ما هو دليلها. قوله وقوة يقين،
يعني إلى قول ثابت من الأدلة وقوة يقين، أي ويقين جزم قوي، لأن اليقين لا يكون إلا قويا. ثم أعلم أن أصل اليقين كاف في حالة الموت والقبر، وقوته للكمال فقط، يعني اليقين نفسه يكفي، أما قوته ده للكمال وليس ليه، لأن النجاة مترتبة عليه، وإنما يعتبر كمال زي الإيه، زيادة الإيمان، يعني يعتبر هذا إيه من الكمال، وليس إيه هو الأصل المنجي، لأنه الذي ينجي هو أصل الإيمان، أما كمال الإيمان ده قضية أخرى. فلو حدث لكان أحسن، يعني لو قال مثلا إيه إلى قول ثابت بالأدلة واليقين من غير ما يقول وقوة لكان أحسن. وعقد راسخ أي اعتقاد راسخ أي ثابت، وهذا هو اليقين المعطوف عليه المقيد بالقوة، فهو عطف عام، لأنه لما قالوا عقد راسخ لما هو ده اليقين، قوله لا يتزلزل وصف كاشف، لأنه إذا كان راسخا لا يتزلزل، قوله لكونه نتج عن قواطع البراهين، نتج عن نشأ إلا لكونه راسخا، يعني لم يكن راسخا إلا إيه ها؟ لأنه ناتج عن الإيه؟ عن البراهين القطعية، قوله عن قواطع البراهين يعني البراهين الإيه القاطعة، أي القاطع صاحبها، وقال الجنس اللي في البراهين أن الاعتقاد ينشأ عن برهان واحد، قوله يعود على حرفة التقليد، هنقف هنا عند شين اللي هو الشرح، فعلموا عليها بعد كده، أعلم أنا عندي يبقى هنقف عند شين في صفحة كام؟ 78. اللهم صل على